بتمنى صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا عبد الصمد. صباح الخير عليك يا بسندة. كل سنة وأنت طيب. يمكن أول مرة نشتغل مع بعض طيب أول يوم ليكي في رمضان. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. يا صباح الخير عليكم مشاهدينا في حلقة جديدة من حلقات صباح الخير يا مصر، حلقة يوم الأحد الموافق 26 مارس. بنتكلم النهاردة في يعني يوم جديد من أيام رمضان، الأيام اللي كلها روحانيات وكلها يعني بتبقى ما بين ذكر وتعبد، ومن ناحية تانية دراما رمضانية اللي يمكن بيكون السباق الرمضاني على أشده كده زي ما بيقولوا في هذا الشهر تقريبا، هذا الشهر الكريم تحديدا يعني. طيب خلينا أسألك بس، أنت أقولك بتتابع إيه في رمضان من الدراما الرمضانية؟ زي ما أنت قلت رمضان يمكن هو شهر العبادات والذكر، لكن في وقت كده الفطار بالذات الوقت ده الوحيد اللي في يعني في السنة كلها اللي احنا العيلة كلها بتتجمع مع بعض على نفس السفرة، بناكل في نفس الوقت، بنفطر مع بعض كلنا في نفس الوقت، فأكيد بنفتح التلفزيون. السنة دي أنا ما كنتش أتخيل إن بعد 7 مواسم من مسلسل زي الكبير إن أنا لسه أبقى مشدودة للمسلسل وإن أنا أتابعه ويعجبني وإفهاته تضحكني. أنا من الناس اللي بحب أفصل شوية واتفرج على حاجات يمكن دمها خفيف، عشان اي حاجه كان يعني فيها ستريس او ضغوطات في اليوم تروح من عليا واستمتع بس بوقت صحيح. الفطار. فالكبير بالنسبه لي لسه لغايه النهارده بضحك عليه صحيح. لسه لغايه النهارده احداثه بجد بتشدني. اول حلقه كانت بالنسبه لي جامده جدا لان الدخله بتاعتها كانت بتشد جدا. من برضو المسلسلات اللطيفه قوي قوي اللي عجبتني الصفاره. في الحقيقه احمد امين من الكاركترز أو من الشخصيات اللي فيها كده نضوج فني مش طبيعي، تحس كأنه بقاله سنين وسنين وسنين بيمثل، مع أنه يعني في الحقيقة يعني ابتدى من زمان لكن مش قوي يعني. في الحقيقة عنده نضوج كامل جدا، بيمثل حلو قوي، الكوميديا عنده بغير أي من غير أي مجهود، عارف يوصل الإفيه كأنك قاعد معاه في نفس الترابيزة، كلام دارج انت بتقوله. الفكرة نفسها بتاعت المسلسل حلوة جدا، عجبني قوي قوي المسلسلات دي. وعجبني انه كمان الموسم ده في رمضان السنة دي عندنا شمول ما بين الأكشن والدراما والصعيدي والتاريخي والكوميدي، عندنا كل حاجة نقدر نتفرج عليها. في الحقيقة عديت على كام حاجة كده في أول يوم بالذات كل حاجة تقريبا عجبتني. عجبني التنوع في الممثلين، عجبني أداء الممثلين، في نضوج السنة دي احنا قادرين نلمسه. في الحقيقة يعني أنا مبسوطة جدا جدا بالوجبة الرمضانية الدرامية السنة دي الموسم ده. خليني صحيح. أسألك بقى أنت يا عبد الصمد بتعمل إيه؟ يعني أقول لك تجمعنا مئات المواقف فلا يفرقنا موقف. وهنا دي كانت رسالة الإمام، يعني بنتكلم على خالد النبوي في مسلسل رسالة الإمام. حاجة أكتر من رائعة، عمل درامي بس أنت نقدر نقول متكامل الأركان، ومن زمان كنا مفتقدين حقيقي للي احنا يبقى عندنا قدوة حقيقية نقدر اللي احنا نتابعها وتجسد من خلال شخصية درامية. فأنا واحد من الناس يعني اللي سعيد جدا بمتابعتي لمسلسل خالد النبوي الفنان الجميل العظيم اللي عامل دور أكثر من رائع. يمكن كتير وهو بيتفرج علينا هيقول من الصعب ان انت تحكم في اول 3 أو 4 أيام على عمل درامي في رمضان، لكن لا انا مش متفق مع ده، لان في بعض الاعمال الدراميه اللي من اول حلقه، يمكن بس انت كده بتتكلم على الكبير قوي وازاي خطفها في دخله مختلفه في اول حلقه ليه، كذلك برضو بنتكلم على رساله الامام تحديدا. هو مسلسل تاريخي بيجسد شخصيه من الشخصيات المحبه ويعني مقربه لكل قلوب المصريين تحديدا، وهو الامام الشافعي. يعني أنا مبسوط جدا، ويمكن من الجمل اللي كانت يعني عالقة في ذهني تحديدا من تاني حلقة لما كان بيتكلم على هكذا أثناء ذهابه مع ابن الوالي يعني ذهابا لمصر تحديدا، فبيقول له ليه اخترت مصر وطريقها كله مشقة وكله تعب، فكان الفنان خالد النبوي هنا بيقول هكذا هي مصر دائما لا سهل فيها إلا بعد مشقة. ويمكن لو الواحد تابع أي حد من
الأشخاص اللي نجحت حقيقي في مصر هيلاقي إن هو لازم يكون في مشقة، في تعب، وبعد كده بيبتدي يعني يدوق حلاوة هذا التعب تحديدا. طيب ده فيما يخص مسلسل رسالة الإمام، لأن إحنا لو هنتكلم على رسالة الإمام خليني أعلق بس على رسالة يعني خليني أعلق على رسالة الإمام، يمكن أنا ما شفتوش لغاية دلوقتي، لكن طبعا التعليقات عليه رهيبة. صحيح. وعايز اتفرج عليه، يعني هرجع اتفرج بقى على واتش كده من الأول بقى اشوفه الحلقات كلها. في الحقيقة اختيار خالد النبوي دايما يعني ما فيهوش غلطة، عارفة الحس اللي هو الحصان الأسود، حصان الكسبان اللي ما فيش حد بيراهن عليه حتى لو هيعمل إعلان. انت خالد النبوي بيعرف يتقمص الشخصيه ويعيش الدور اللي هو فعلا داخله وبكل هدوء، يعني تحس ما فيش اي ضجه اتعملت قبل المسلسل. المسلسل نزل من اول حلقه. صحيح. الحقيقه لا خلينا نقول انه اكتسح نجاح. هنا بنتكلم على الشركه المتحده ونجاحها بحقيقه. يعني فكره اللي احنا عارفين ان احنا داخلين هنبهر الناس بعمل او اعمال دراميه حقيقيه، مش بروباجندا بقى، مش هعمل شو وهلا حوالين المسلسلات بتاعتي فابتدي اللي انا ايه يمكن اتكعب لي في حلقه ولا اتنين وبعدين ابعد. لا، احنا النهارده بنتكلم على عمل درامي قادر على المنافسة، عمل درامي بمجرد ما بتعرضي حلقة أو اتنين منه بتبتدي يعني كل الناس صغير وكبير يلتفوا حوالين الشاشة عشان يتفرجوا على ده. متفق معاكي تماما يا بسنت في أحمد أمين والصفارة. كوميديا هايلة، عارفة الكوميديا اللي ما فيهاش إسفاف. أيوة. الكوميديا اللي فيها احترام لقيم وعادات وتقاليد كل بيت مصري. كنا زمان بنشوف كوميديا مبتذلة، فيها كوميديا فيها إفهات، يمكن إفهات لها إيحاءات إلى حد ما لحاجات مش من قيمنا ولا عاداتنا في بيوت مصر. لكن وده برضو على فكرة حاجة من الحاجات اللي تحسب للشركة المتحدة اللي بقى فيه فلتريشن أو بنفلتر ده، نقدر نضحك على فكرة يا جماعة بعيدا عن الحاجات المبتذلة. عارف كمان اللي عجبني إيه؟ أنه في يعني مساحة حقيقية لأدوار جديدة. صحيح. لوجوه جديدة، أنه في مساحة الوجوه دي قادرين أن هم ياخدوها يعبروا عن الكاركترز بتاعتهم، يقدروا أن هم يفرشوا يعني خليني أقول الشخصية اللي هم بيمثلوها. صحيح. بإفهات شايفين كتير وكتير وكتير من الشخصيات الجديدة أو الوجوه الجديدة اللي قادرين يطلعوا على الساحة النهاردة ومبسوطين بيهم جدا ويعني وفعلا مختلفين. عارفة ما هو ده برضو إنجاز يحسب لي المنتج والمؤلف طبعا والمخرج، فكرة اللي أنا براهن على وجه جديد. إذن أنا عندي هنا في حاجة جديدة أو في مدخل جديد دخل يا بسنت، اللي هو إيه السيناريو اللي مكتوب كويس قوي، فأي مكان الممثل اللي أنا هجيبه طالما يقدر يأدي خلاص مش هعتمد بقى على النجم. وزمان يعني برضو قعدنا لسنين طويلة قوي كان اللي بيتصدر المشهد هو واحد والباقي كله كان مظلوم. النهارده في فرص عمل لمئات من النجوم الصاعدين، زي ما شفنا الدوم وشفنا كابيتان، وفكره اللي انت بتطلعي مواهب جديده نفس القصه بنشوف النهارده المواهب دي بتاخد فرصه حقيقيه ومواهب كمان في الكتابة. بطوله يعني في الكتابه وفي الاخراج قادرين نشوف النهارده مخرجين طبعا قدام جدا وبقالهم سنين في هذه المهنه، ولكن في نفس الوقت في وجوه جديده في الكتابه. صحيح. وفي الاخراج قادرين ان هم يعني يقدموا لينا محتوى احنا قادرين نشوفه بطريقه مختلفة، بالذات زي ما بيقولوا جينيريشن زي، لازم النهاردة يبقى كل الأجيال قادرة إن هي تحس بألفة مع المسلسل، قادرة إنه تحس المسلسل إن في حد بيمثلها بالضبط بيكلمها. صحيح. حقيقي. لو إحنا اتكلمنا على ده طبعا دائما وأبدا لن تنتهي بطولات الجيش المصري. فهنلاقي الكتيبة 101 موجودة في عمل درامي بيجسد يعني البطولات والتضحيات وعمل هايل جدا أكتر من رائع برضو. يمكن أنا عندي بقى حاجة اللي أنا ببتدي اللي أنا في الوقت ده أختار عمل أو اتنين أتابعهم، فأنا ركزت في حقيقة الأمر أكون صريح معاكي دلوقتي مع سر الباتع ورسالة الإمام تحديدا والصفارة ومية وواحد، مستني بقى اللي هو يبقى عندي ستوك من الحلقات عشان أبتدي اللي أنا من كتر ما السياق الدرامي شديدني اللي أنا أكمل مش عاوز حد يقفل لي ريموت يقفل لي التلفزيون، لا أنا اللي أقفل بمزاجي، فبستنى يعدي 10 حلقات وابتدي اللي انا اتفرج. على كل حال يعني السنه دي عندنا وجبه دسمه من المسلسلات الرمضانيه اللي فيها محتوى مختلف قادرين او قادر ان هو يعني يخلينا كده نستمتع بهذا المحتوى. سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، ايه اكتر مسلسل تابعته من اول رمضان؟ هنستعرض مع حضراتكم اجاباتكم وهنتكلم فيها وندردش ونعرف يمكن المسلسلات اللي انتوا حبيتوها، ونقول لكم كمان راينا يمكن لو في مسلسلات لسه احنا ما قلناش عنها في الانترو. بنصبح على حضراتكم واهلا بيكم في حلقه جديده من صباح الخير يا مصر.